وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث السيد أشرف حافظ إمام نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات بهيئة تنظيم سوق العمل عن الخطوات التي تقوم بها الهيئة لحفظ حقوق كافة أطراف العمل واستقرار بيئة العمل. نؤكد على ضرورة مزاولة العامل للعمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى الذي تزاول ذات النشاط. نعم. ونشدد على عدم ترك العمل دون إذن أو موافقة صاحب العمل. في حالة الرغبة في الانتقال واللي بيسمحها القانون إلى صاحب عمل جديد، فيجب عدم مزاولة لديه أثناء إجراءات الانتقال لحين إصدار تصريح العمل لصاحب العمل الجديد. توجيهات صاحب السمو الملكي طبعا كانت واضحة وصريحة في هذا النسق، وإحنا في الهيئة قاعدين نشتغل على مشاريع تحث على استقرار بيئة العمل والحفاظ على كافة حقوق أطراف الإنتاج سواء صاحب العمل أو العامل الأجنبي.